أم الطفل أزهار أبو بكر. أنا عندي 5 أطفال، 4 بنات وصبي. أبوهم توفى من 3 سنين، استشهد بريف اللاذقية. هلا هن بالمدرسة، عندي 2 توم صف سادس، وأزهار صف خامس، ميادة صف رابع، ريان بالروضة. عندي بنتي الصغيرة عملت لها 2 خلع ولادة وتضيق بالورك، ولسه بدها عملية. كان أبوهم يطالعون، يعني حتى الصغيرة كانت مجبرة تضوج كتير بالبيت، ياخدها يطالعة. ايه كان ياخدون تيجي من الشغل ويطالعون. عايشين من قلة الموت، كلها الموت عم يصير، بس أنا عايشين من قلة الموت. يعني نحن 6 أشخاص هون بالبيت، مصروف كتير، تجي وقت المدرسة ما بنعرف شلون ندبر حالنا، حتى بالشتاء تدفئة كمان ما بنعرف شلون ندبر وضعنا. هلا كمان موسم عيد، يعني الحمد لله.